إطلاق مشروع الألياف البصرية. هينا اختار بحكومات أخرى ما يعملوا شيء، يتفرجوا. اجتماع وزاري للتحالف ضد داعش، وباسيل يحدد مرتكزات هزيمته. الاحتلال يمدد أسرى عهد التميمي في جلسة مغلقة إلى آذار. خليك قوية، خليك قوية، منتصرة أنت. أهلا بكم. تستقبل بيروت بعد غد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في زيارة تستمر يوما واحدا، وينتظر أن تتمحور محادثاته حول ما بدأه مساعده ديفيد ساترفيلد في الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى ملف الانتخابات ومسار المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان في روما وبروكسل وباريس. إلى ذلك، نقل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد عرضا في شأن الخط البحري هو العودة إلى الحدود التي كان قد اقترحها المنسق الأمريكي السابق الخاص لشؤون الشرق الأوسط فريدريك هوف والمعروفة بخط هوف. ومعلوم أن لبنان رفض في السابق هذا الخط الذي يطالب الأمريكيون بجواب لبناني عنه اليوم، ما استدعى عقد الاجتماع الرئاسي والتشاور لاتخاذ الموقف الموحد، وخصوصا قبل وصول تيلرسون. وكشفت صحيفة الأخبار أن ساترفيلد أبلغ جميع المسؤولين اللبنانيين أن خط هوف هو الحل الوحيد، وأن هذا الخلاف لا يستدعي القيام بوساطة، وإذا رفضتم الحل فلا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة سوف تتدخل كوسيط. إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدة بعد ظهر الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وتتجه الأنظار غدا إلى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في الذكرى السنوية 13 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في الاحتفال الذي سيقام في لبيال. ودعت مصادر تيار المستقبل عبر صحيفة الجمهورية إلى ترقب ما سوف تتضمنه كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من رسائل سياسية وانتخابية في كل الاتجاهات. وأكدت أنها ستكون كلمة شاملة يضع فيها الحريري النقاط على الحروف وي يرسم خريطة طريق المستقبل نحو الاستحقاقات، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي. وأوضحت المصادر أن كل الأحزاب الصديقة مدعوة إلى الاحتفال باستثناء حزب الله كما درجت العادة كل عام، لأن الحزب متهم باغتيال الحريري ولا يتعاون مع المحكمة الدولية وبالتالي غير مرحب به. في السرايا الحكومية أطلقوا مشروع الألياف البصرية، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يقول لن نسمع للذين يريدون التعطيل والتنظير، لذلك علينا أن نقوم بعملنا من أجل النجاح، والنجاح بحاجة لقرار من أجل خدمة المواطنين. لم يقبل رئيس الحكومة سعد الحريري أن تمر ذكرى اغتيال والده 13 من دون أن يعلن عن انطلاق المشروع الحلم، وأن يبشر اللبنانيين بأن مشروع الألياف الضوئية بات حقيقة، لأن هذه الحكومة وبحسب قوله اختارت العمل بدل التنظير. هينا اختار بحكومات أخرى ما يعملوا شيء، يتفرجوا، يعني يتأملوا، ينظروا، لكن هيدي الحكومة مع وزير الاتصالات ومع القيمين عليها قررنا وأخذنا قرار أنه نقوم بنقل نوعية بهالبلد اللي محتاج هيدا النوع من التكنولوجيا توصل لكل بيوت اللبنانيين. نحن متأخرين جدا أنه ندخل بالألياف إلى بيوت الناس، ولكن
مش معناتها انه ما لازم نقوم فيه، واذا ما اشتغلتوا ليل نهار يا ويلكم مني، كل مره حذلني اولى لحتى كل هالمشروع يتنفذ. وتخلل حفل اطلاق برنامج الالياف الضوئيه على جميع الاراضي اللبنانيه في السراي الحكومي كلمه لوزير الاتصالات جمال الجراح ولمدير عام اوجيرو عماد كريديه، اللذين أكدا أن هذا المشروع من الأهم في مجال الاتصالات، حيث سيتمتع كل مواطن بسرعة إنترنت لا تقل عن 50 ميجا بايت في الثانية. هيدا حلم الماضي وهيدا مشروع المستقبل، مشروع بكم رقم بيرتكز على بين 5000 و7000 أكتف كابينت أو خزانة ذكية، هي اللي بتسمح للسنترال يقرب أكثر للأند يوزر، تختصر المسافة، بتعلي السرعات، بنكون نحن عم نحكي صرنا بالإنترنت بمكان آخر. مشروع المستقبل هو 11000 بين 11000 و15000 كيلومتر من الألياف الضوئية موزعة على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن أكدنا على أساس أنه نعطي الزخم لهالمشروع، أنه لازم القوى العاملة اللبنانية تقدر تشترك بهالمشروع، لأنه بالنهاية بعد فترة 4 سنين نحن بدنا نستلم هالمشروع ونحن بدنا نديره ونحن اللي بدنا نطور المشروع. البزنس بارتنر، الشركات اللي نحن عملنا لها سيلكشن هن هواوي سيرتا، بي ام بي كاليكس، وباور تك نوكيا. سيبدأ هذا المشروع في جميع المناطق اللبنانية في الوقت نفسه، من عكار والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، وسينعم المواطنون جميعهم بسرعة إنترنت غير مسبوقة في تاريخ لبنان. هذا المشروع الذي أصبح الآن أمانة بين أيدي عماد وناجي وباسل ليكملوا هذا المشروع بكل جدية وبسرعة حتى نتمكن من إنجازه بأسرع وقت ممكن. وفي كلمته وضع الجراح المشروع المستقبل في أمانة كريدية، فهل الخلاف بين الوزير والمدير بات من الماضي؟ أنا أول ما استلمت مركزي من مازيل هدفي أني أحسن بأداء أجير، ومن هالخلال من خلال هالأوبجكتيف اللي أنا حاطه لحالي ما بهتم لأي شيء تاني. علاقتي مع الوزير ممتازة، متفقين على أنه لازم نرتقي بإطاع الاتصالات والتقنيات المعلوماتية لمحل أحسن، وهذا اللي عم نسويه. وبعد الكلمات شرب الحاضرون نخب المشروع بانتظار أن يحتفل اللبنانيون بإنترنت يليق بالعصر الحالي. ليال بوموسى، قناة الجديد. في لاهاي أعلنت القاضية إيفانا هيردلشكوفا رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان في كلمة افتتاحية لندوة مخصصة للإعلاميين أن المحكمة لن تسمح للمتهمين بعرقلة تحقيق العدالة من خلال غيابهم. تفاصيل إضافية في اتصال من لاهاي مع صحفي حكمة عبيد. أستاذ حكمة، بداية، ما هي أهمية هذه الندوة وهل تخللها أي جديد بشأن مسار المحاكمات في قضية الرئيس رفيق الحريري؟ نعم، أهمية هذه الندوة أنها تعقد عشية اغتيال رئيس الحريري، ذكرى 13 لاغتيال رئيس الحريري، وبعد أيام على اختتام المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان وحرص قضيته قدام قضاة الغرفة الأولى. هذا أهمية من حيث التوقيت، أما من حيث المضمون فأعتقد أنه لا شيء جديد. مضمون الندوة هي موضوع مهني، ولكن معلومات خاصة للجديد تؤكد أن فرقة الدفاع ستعقد يعني ستقوم بإلقاء مداخلات خاصة فيها بقضية الادعاء ب 20 و21 شباط بحسب ما هو مقرر، وبالتالي ستطلب أحد فرق الدفاع وتحديدا فرقة فريق الدفاع المكلف من قبل المحكمة الدفاع عن المتهم عنيسي، ستطلب له البراءة لعدم كفاية الأدلة. كما أن الغرفة بحسب المادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات ستقوم بالنظر، وهذا حق للغرفة لقضاة الغرفة الأولى، ستقوم بالنظر في كافة أدلة الادعاء التي قدمها على مدى 9 سنوات من عمل المحكمة و13 سنة من عمل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة معا، ستنظر في كامل هذه الأدلة لتنظر إذا كان ثمة أدلة لا تستوفي يعني الشروط المهنية العالية
لتسقطها، وبالتالي قد يؤثر ذلك على تبرئه او عدم تبرئه المتهمين. نعم. هذا من حيث المضمون الاساسي للقضيه. اما الندوه التي ستعقد على يومين فهي ستعقد يعني تحت عنوان واجهه صعوبات تواجه وسائل الاعلام في تغطيتها للمحاكم الدوليه. وهنا يعني موضوع مهني صرف ليس اكثر. نعم، شكرا لك الصحفي حكمة عبيد، تحدثتنا مباشرة عبر الهاتف من لاهاي. طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من جمعية مصارف لبنان المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى في لبنان. ورئيس جمعية المصارف يؤكد الاستمرار بالتسليفات الداعمة للطبقة الوسطى. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من أعضاء جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور جوزيف طرابي، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي تقوم بها الجمعية، حيث أكد طرابي أن التكاتف الوطني أتاح للأسواق الاستمرار بالعمل بصورة جيدة. الأحداث القادمة أيضا هي تجبر وتلزمنا على استمرار التحاور، سواء كان ذلك ما يتعلق ب المراجعات التي تقوم بها وزارة الخزانة الأمريكية على القوانين التي تتعلق بقضايا الامتثال وقضايا متابعة العقوبات على بعض الجهات الموجودة في لبنان وفي الخارج، وأيضا المواضيع الأخرى الاقتصادية التي من وقت إلى آخر تبرز كقضية الغاز وقضية التحرش الإسرائيلي بموضوع استكشاف الغاز اللبناني، وأيضا المعركة العسكرية التي تجري وتمر أحيانا من خلال الجو اللبناني. كلها مواضيع هذه تؤثر على الاستقرار. وأكد طرابي بعد اللقاء أن هناك توجيها من الرئيس عون باستمرار التسليفات الداعمة للطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن لبنان ليس في جو أزمة بل معالجات قيد التطور. انطلقت اليوم في الكويت أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة دولية واسعة، ووزير الخارجية جبران باسيل يقول إن الإرهاب لن ينتهي ما لم تفتح طريق عودة النازحين إلى بلادهم، وسيبقى الإرهاب يهددنا ويهدد بلدانكم عبر بحرنا المتوسط ما لم تقتنعوا بأن الاندماج لا يصح عندما يكون جماعيا إلا بعودة تأقلم شعب مع ظروف بلده الجديدة وليس باندماجه في بلد غير بلده. بحضور 74 عضوا من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي ضد داعش، عقد الاجتماع الوزاري لدول التحالف، وذلك في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. وقد افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية. هنا يدرك تماما حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق الشقيق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش، والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضي العراق الشقيق. ونحن مطالبون اليوم مثلما بذلنا من جهود للانتصار في زمن الحرب، فعلينا أن نبذل جهدا أكبر للانتصار في زمن السلم. وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن التحالف الدولي نجح في دحر داعش في 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، كاشفا عن تقديم 200 مليار دولار إضافي لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في سوريا. اليوم أعلن أننا سوف نقدم 200 مليون دولار إضافي لدعم جهود الاستقرار والمبادرات الأولية في المناطق المحررة من سوريا. وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكد فيها أن هزيمة داعش على يد لبنان قامت على 3 مرتكزات، هي جيش وطني ومجتمع متنوع ومعتدل وسياسة عامة استباقية ناجحة في تفكيك الخلايا الإرهابية. قضاء العدو الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال عهد التميمي. بابتسامتها المعهودة
كانت المناضلة الفلسطينية عهد التميمي تنتظر دخولها إلى جلسة محاكمتها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية. عهد البالغة 17 عاما المتهمة بضرب جندي إسرائيلي أدخلت مع عائلتها إلى قاعة المحكمة في جلسة مغلقة بطلب من القاضي الذي أمر بإخراج الصحفيين من قاعة المحكمة باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الشابة التي تحاكم كقاصر. وقالت محامية التميمي جابي لاسكي للصحفيين خارج المحكمة إن القانون العسكري يسمح لمحاكمة القُصّر في جلسات مغلقة ولا يسمح اختلاط البالغين مع القُصّر، وأضافت لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة، في حين شدد والد القاصر الفلسطينية عهد التميمي باسم التميمي على أن إسرائيل تتستر عن أفعالها عبر جعل جلسة المحاكمة سرية. كيفك يابا؟ حبيبتي. حبيبتي عهد، الله يكويك يا روحي، الله معك. حبيبتي عهد. كيفك؟ خليك قوية. خليك قوية. منتصرة أنت. What do you expect today from the court? I suspect nothing because there is no justice under the military court. وقررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الإبقاء على جلسات محاكمة التميمي سرية، كما قررت تمديد سجن التميمي وحددت الجلسة المقبلة الشهر القادم. بعد الإعلان اعتصام يقفل وزارة الصحة. أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس السابق ميشيل سليمان على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة للتغيير ولو بحدها الأدنى على الرغم من التشوهات الموجودة في القانون الانتخابي الجديد. وأكد سليمان في خلال اجتماع المجلس التنفيذي للقاء الجمهورية أن اللقاء سيدعم ويشارك ترشيحا واقتراعا اللوائح التي تجاهر بالسيادة وتتبنى الإصلاحات المطلوبة لبناء الدولة على أسس بعيدة عن الفساد والزبائنية والمحسوبيات. ندعي المواطنين لتبني لوائح مشكلة من عناصر واعدة، وبالإضافة إلى الموقف الحاسم من العدو الإسرائيلي لجهة حقوقنا بالبر وبالبحر، يجب أن يمتلك هؤلاء المرشحين اللي بيشكلوا اللوائح الشجاعة والصراحة أنه يجاهروا بالمواقف السيادية مش تحت الطاولة، وتكون بيانات اللوائح اللي عم نحكي عنها وبرامجها تتسم بالصراحة والوضوح، ومنعدد بعض المبادئ بالأولوية اللي منريد نشوفها بالبيانات الانتخابية. أول شيء تطبيق إعلام بعبدة اللي وافقوا عليه كل اللي موجودين بالسلطة اليوم دون استثناء، وأهم شيء في تحييد لبنان عن الصراعات المحاور ما عدا طبعا القضية الفلسطينية، وتعديل الاتفاقات مع سوريا بما يتناسب مع تحييد لبنان عن الصراعات. مفتي الجمهورية يزور ضريح الرئيس رفيق الحريري. على رأس وفد من العلماء زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ضريح الرئيس رفيق الحريري عشية ذكرى اغتياله. بعد قراءة الفاتحة أكد المفتي أن الذكرى 13 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري تحل، وهو الذي كان في حياته وبعد استشهاده رمزا لاستقرار لبنان وأمنه ورفاهه. وفي ذكراك أنت أيها الشهيد الكبير رجل الاستقرار والسلام الوطني والعربي، فهو اشتياق إلى أمن وطننا وسلامه، فقد تفاقم الاضطراب من حول لبنان في السنوات الأخيرة، وهناك الأزمات الأخرى العاصفة بالداخل في السياسة وفي الخدمات. إننا في الذكرى 13 لغيابك يا دولة الرئيس نسأل الله سبحانه وتعالى للوطن والدولة مخارج من الأزمات المتكاثفة على طريقتك
في اجتراح الحلول. دريان قال أن الذكريات والدموع تختلط ويعود اللبنانيون لاستشعار هول الخسارة العاطفية والسياسية والاستراتيجية. وسنبقى مع عائلته ومع ابنه البار الرئيس سعد الحريري في عمله من أجل السلام الداخلي ومن أجل النهوض الاقتصادي ومن أجل وقاية لبنان من المشكلات. المفتي ختم بالتشديد على أن تحقيق العدالة ضرورة أكبر من الثأر والانتقام. نفذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان اعتصاما أمام وزارة الصحة، حيث أقفلوا مدخل الوزارة، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر. وكانت كلمات لكل ممثلي المستشفيات في المناطق طالبت بتنفيذ القانون وإعطاء حقوقهم وأقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين. للأسف عم نلاقي وزارة الوصاية بالإضافة لرئيس الحكومة وزارة الوصاية الثانية اللي هي وزارة المالية مستهترين بالمستشفيات الحكومية بموظفينا وبدورها. بعد أكثر من 7 أشهر بعدهم لهلأ ما عم بيجربوا يطبقوا القانون، هن عم يرتكبوا مخالفات. لحتى لي توجوا امبارح باجتماع بمدراء المستشفيات يخسرنا حقنا بالسلسلة ويعطينا زودة غلاء معيشة أقل ما يقال فيها هي إهانة لكل موظف بهيدي المستشفيات. نحن مشكلتنا مع وزارة الوصاية وزارة الصحة العامة، نحن إذا بقينا هيك وكانش في موعد خاص بين وزيرين المال والصحة كما حصل بكهرباء لبنان واتفقوا على ليلة الجداول، نحن مستمرين بإضرابنا. عندنا الخميس وعندنا الجمعة إقفال لكل المستشفيات الحكومية وهذا الموضوع لن نرضى عنه. شكى أهالي قرية قشلق عند الحدود الشمالية من إقدام مجهولين على رمي كميات كبيرة من النفايات وبقايا ومخلفات اللحوم وعدد من الحيوانات النافقة على جانبي الطريق المؤدي إلى البلدة بين العبودي منجز، بالإضافة إلى كميات رميت عشوائيا في مجرى مياه الشتاء التي تصب في الأراضي الزراعية في الجزء الشمالي من سهل عكار. ووجه إمام مسجد قشلق الشيخ عبد الرزاق صقر نداء عاجلا إلى محافظ عكار عماد اللبكي وإلى رؤساء البلديات ضمن النطاق الجغرافي لهذه المنطقة، وطلبهم بمعاينة الكارثة الحاصلة وتقييم أضرارها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالتها فورا، علما أن هذا المجرى المائي الشتوي يعتبر رافدا أساسيا لمجرى النهر الكبير الذي يروي مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية عند ضفتيه اللبنانية والسورية. في صيدا أصيب عامل تنظيفات بجروح أثر هجوم كلب شارد عليه في شارع نزلة صيدون. وفي التفاصيل أن مجموعة من العمال كانوا يقومون بتنظيف الشارع في نزلة صيدون حين هاجمتهم بعض الكلاب الشاردة، فحاولوا إبعادها بواسطة عصي المكانس، إلا أن أحد الكلاب تمكن من عقر العامل محمد ألف الذي تم نقله إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة وأخذ اللقاحات اللازمة. بعد الإعلان اعتقال ساكاشفيلي في كييف. أهلا بكم من جديد. هدد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب سترد على كل استفزاز دون قيود. وقال ليبرمان في خلال زيارته مدينة قرية شمونة عند المنطقة الشمالية اليوم أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية، وتابع: نحن لا نضع قيودا للرد على كل ما يفكر في مهاجمتنا. وفي سياق آخر أكد ليبرمان على أن الأمن الفلسطيني أعاد سلاح الجنود الذين ضربوا في جنين، وقال: لقد مر الجنود بحدث صعب لكنهم في النهاية خرجوا أحياء. هذا يؤكد على عمق التنسيق الأمني على الأرض، وأضاف: يدرك الفلسطينيون أن التعاون هو مصلحة متبادلة ومشتركة، وبالتالي كلانا نحافظ على التنسيق. وتابع: إعادة السلاح للجيش رسالة تقول إن التنسيق الأمني عميق جدا. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية سلمت أمس الاثنين جنديا ومجندا إسرائيليين وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية عن طريق الخطأ.
أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد مطاعم كييف عملية اقتحام المكان والقبض على رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي بطريقة مهينة وعنيفة. ويعرض الفيديو كيف اقتحم رجال أمن يرتدون أقنعة مطعما في العاصمة الأوكرانية كييف وأجبروا مرافقة ساكاشفيلي على الانبطاح أرضا. وبعد ذلك ظهر رجال الأمن وهم يقتادون الرئيس الجورجي السابق من شعره. وأفيد أن ساكاشفيلي تعرض للضرب على الوجه في الطريق وتم إغلاق فمه وعينيه وتعرض للتهديد بإطلاق النار. هذا وقد أعلنت هيئة حرس الحدود الأوكرانية ترحيله من أوكرانيا إلى بولندا وأنه كان في أراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية لذا تمت إعادته. كان في هذه النشرة إطلاق مشروع الألياف البصرية. هاي نختار بحكومات أخرى ما يعملوا شيء يتفرجوا. اجتماع وزاري للتحالف ضد داعش وباسيل يحدد مرتكزات هزيمته. الاحتلال يمدد أسرى عهد التميمي في جلسة مغلقة إلى آذار. كيفك؟ خليك قوية، خليك قوية. منتصرة أنت. بهذا نأتي إلى ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا وإلى اللقاء.